وتعالوا ناخد اول سؤال معانا من الاستاذ محمود من الشرقيه. استاذ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله فضل ونعمه. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي انا كنت جماعه، كان الحمل الاولاني وبين الثاني الاولاني كان في فوق فتره. لا خليك الصوت، ما الصوت فيه حاجه كده، ممكن تعيد السؤال تاني وبهدوء، وممكن نبعد عن مصدر التشويش ده. دلوقتي انا الحمل بين الحمل الاولاني والثاني كان في فاصل. طيب يبقى بين الحمل الاولاني والثاني كان في فاصل. طيب وبعدين؟ سبع سنين. سبع سنوات. فانا قلت دلوقتي لو انت حملت وولدت بالسلامه انا هتبقى اجل. فانت قلت لها لو ان عشان بس الفاصل ده، فخفت ان لو ان الحمل بعد الشر يبقى في حاجه، فقلت لو ان حصل الحمل على خير هتتبقى حاجه اللي صح كده؟ ان شاء الله. طيب فين السؤال؟ السؤال دلوقتي اللي انا مش في مقدرتي ان انا اذبح عجل كامل. طيب انت دلوقتي مش قادر تذبح عجل لوحدك. لكن ان انت تقول ان انت تذبح عجل بينصرف ان انت هتذبح عجل لوحدك. طب انت مش هتقدر تذبح عجل باي ثمن من الاثمان خالص، ولا عجل رخيص ولا عجل غالي؟ انا ممكن بقول يعني اخش مع جزار في نص عجل. لا انا قصدي انت مش هتقدر تذبح عجل بشكل مستقل، لا رخيص ولا غالي، لازم يبقى حد بيشاركك فيه. مش مقدرتي ان انا اذبح عجل كامل. لا طيب مش هتقدر تعمل الكلام ده خالص. لو مش هتقدر تعمل الكلام ده خالص، لان اللي بينصرف اليه ذبح العجل هو انك تذبح عجل مستقل، وده اللي كان في نيتك مش كده؟ معايا جزء من الفلوس انا عايز ادفعه، يعني ادخله واعمل بيه. ما انا عارف، انا بس بقول لك انت كون في نيتك ان انت تذبح العجل كاملا لوحدك. طيب وانت دلوقتي لا تستطيع ان انت تذبح العجل مستقلا. لا المسألة ببساطة، لو انك مش هتقدر تعمل الكلام دوت، مع دعوتي ليك ان ربنا يوسع عليك، لكن انت لو مش هتقدر تعمل ده خلاص تكفر وتطلق ويبقى تطعم 10 مساكين. هتقول لي طب ما انا عندي قدرة ان انا اشترك في عجل وابقى كده كأني ذبحت نص العجل. لا، لان انت نذرت ان انت ده، فلما نذرت وما استطعتش يبقى خلاص انا اتعامل مع عدم استطاعتك على الذبح كان انت ايه حنست في يمينك، فتطعم 10 مساكين. خلاص يا سيدي؟ هتقولي اطعم 10 مساكين اولى من العجل؟ لا لا خالص، اطعم 10 مساكين واذبح بقى نص العجل لو انت تعمل كده ويبقى صدقه. لكن النذر بتاعك كان النذر ان انت تذبح عجل وانت لا تستطيع ان تذبح العجل. واضحه يا سيد محمود؟